هنا اروح بسرعه لسياده النائب محمد السباعي وعلى ملف الزراعه بالتحديد. طبعا انا بالنسبه لي هي مزيكا انه يبقى في تعاونيات وانه يبقى في دعم اجتماعي للفلاح وما الى ذلك، بس انت ذكرت حاجه شديده الاهميه ان انا هيبقى في عندي جهه ما بتنظم عملية الشراء في الزراعات التعاقدية، وعندي جهة ما بتنظم عملية توزيع الأسمدة، وأظن كده بقى ده معناه أن أنا كمان يبقى في عندي جهة ما تنظم عملية إنتاج وتوزيع في حالة استيراد جزء من الأعلاف أيضا على المزارعين. مسألة العلف دي عملت لنا أزمة، أزمة عقلية، أن أنا مش قادر أفهم الدولة بتخرج عن الأعلاف وبتنظم خروجها وبعد شوية تخش السوق نلاقي برضو الاسعار ما بتنزلش. طب ما نزلتش ليه يا جماعه؟ انتوا مش كنتوا بتقولوا مشكلتنا في العلف؟ طب العلف توافر ان شاء الله الدوره الدجينيه الجايه، ده طول الوقت يعني انا بسمع القصه دي بحكم الشغلانه. المره الجايه المساله التنظيميه دي هتحكموها ازاي؟ طيب خلينا نتكلم بس ان كل مقترحاتنا اللي احنا طرحناها في هذا الملف ليس مقصود بها ابدا التغول على اختصاصات احد الجهات الاخرى. صحيح. فبالتالي ان كنا بنتكلم هو شكل تنظيمي او تنسيقي في المقام الاول، ويعني ان كان لنا بعض الملاحظات فده يمكن اعترافا بحجم التحديات وليس بقصور او نقدر نقول ان احد مقصر بشكل او باخر. فانتم بتقترحوا لاجل التنظيم ولاجل التنظيم بشكل اخر. فاحنا بنتكلم ان احنا ان كنا هنتطرق مثلا ذكرت في الراوند اللي فات او المداخله اللي فاتت الماده 27 من الدستور اللي هي اساسا بتحدد وتلزم الدوله بتنظيم هذه العملية وتسويق المحاصيل الزراعية وأيضا التزام الدولة بنشتام الفلاح وغيره. فبالتالي كنا نرى إن الموضوع التشاركي في المقام الأول، هنلاقي إن احنا عندنا أزمة شوية في إدارة هذا الملف. زي ما حضرتك قلت إن في جزر منعزلة بعض الشيء، فلاقي إن أنا عندي كان في أزمة في نقدر نقول الأعلاف في فترة بحثنا ده وتناقشنا فيه وسردناه بشكل كبير ورأينا طب ليه؟ طب احنا عندنا أصلا تحديات في الإنتاج بالتأكيد. لما الاقي إن أنا عندي الفول الصويا مثلا على سبيل المثال بنستورد منه حوالي 97% من احتياجنا. بتتكلم إن أنا الدور مثلا وده من أهم مدخلات الأعلاف بنستورد منه مثلا حوالي 80-85% من احتياجاتنا. طب احنا بنزرع، طب ايه المشكله؟ يمكن علشان اساسا السياسه الزراعيه محتاجه اعاده نظر، ودي نقطه مهمه جدا. والسياسه الزراعيه اللي مفروض ان وجود التعاونيات والمجتمع المدني هيساهم بشكل او باخر في التنسيق مع الدوله في وضع منظم الانتاج الزراعي، وكمان ايه اللي هنحتاجه وننتج ازاي ونوزعه ازاي، ونقدر نقول الاهم هل احنا في اولويه ليه ولا لا. طب نقول بصوره ابسط شويه عشان المشاهد يستوعب احنا بنتكلم فيه. عند حضرتك مثلا محصول زي محصول الارز مثلا، احنا عندنا ازمه كبيره في الموارد المائيه، ومع ذلك مثلا الدوله المصريه كل سنه تقول ان احنا تم الاتفاق او الاقرار او طلع قرار من الوزارات المعنيه الثلاثه التموين والري والزراعه ان احنا نزرع 1,075,000 فدان. اللي بيتزرع كام؟ حوالي 2,400,000 ل2,600,000. طب معنى كده انتاجنا كتير، طب ليه في ازمه قرص؟ يعني انتاجنا اكبر برضه. نفس القصه كانت لسه كنت بتكلم في القصه دي بالظبط يوم الخميس، انه كنت بتكلم مع حد يعني انا عارفه كويس عشرة عمر يعني ده مربيني، هو بيزرع رز. قال لي احنا المشكله طول الوقت في سعر الطن، طول الوقت المشكله في سعر الطن. قال لك يا جماعه انا عايز سعر عادل للطن علشان ازرع وعشان اورد. وهنا ونتكلم فكره السعر العادل، هو السعر العادل مين اللي حدده بقى؟ وهنا فكره هيئه الهيئه الوطنيه للتعاونيات، الفكره ان احنا محتاجين حد يسعر سعر عادل للمنتج وللمستهلك، ان احنا ما ينفعش ابدا ان انا احقق مكسب لطرف على حساب الطرف الاخر. دي ففكره التشاركيه اساسا في صنع السياسات دي اهم هدف من اهداف هذا البرنامج، ان احنا ازاي نقدر نحقق تشاركيه بشكل او باخر. ودي يمكن ده نابع اصلا من فكرتنا داخل التنسيقيه، ازاي احنا بنتشارك ونتوافق عشان في النهايه بيحكمنا صالح واحد هو صالح الوطني. مع اقتصاد تشاركي، انا قلت احنا رايحين في السكه دي يعني لا ما تشاركي مش يساوي يعني عايزين فرق بس تشاركي. يعني تشاركي انا موافق، بس يبقى تشاركي انا موافق جدا.